السلام عليكم تحياتي يا جماعه، اخباركم ايه؟ عاملين وحشتوني جدا، مصبح عليكم. معانا ضيفنا الجديد ماكس، بنعرف حضراتكم عليه. كلب بوكسر، كلب من الكلاب كويسه جدا، الواناته مميزه، كلب محترم جدا بس شقي شقي بطريقه فظيعه. طبعا احنا بنيجي الماكس كل يوم بنديله اوردر تدريب الطاعه، وهنبتدي النهارده نشتغل معاه اول اوامر الشراسه. انا مش هنعرض لكم شغل ليه دلوقتي ان شاء الله لما نخلص. كل اللي بنتكلم فيه دلوقتي مع حضراتكم، انت بتعرف الكلب عليك ازاي اول ما بتخش او الكلام ده. لو انت جاي لبيتي، انا عايز يبقى عندي خبره ان انا اعرف اخلي الكلب يحبني او يتعامل معايا او يعرف ريحتي او الكلام ده كله. بص يا باشا، ما عليك ان انت هتشمم الكلب كل جسمك، هتقف جنب الكلب عادي جدا بطبيعتك عادي. طبعا الكلب ماكس، الكلب بطبعه الحنيه والوفاء والجدعنه والرجوله، مفيش كلب بيغدر، مفيش كلب بيخون. انت اللي بتخوف الكلب منك وانت اللي بتخاف من الكلب، يعني انت اللي بتخلي الكلب يفرض شخصيته عليك وانت اللي بتفرض شخصيتك على الكلب باحترامك وبادبك معاه وبمعاملتك الصح ليه. الكلب بيفهمك من ريحتك، بيعرفك من ريحتك، بيفهمك من نظراتك. ماكس، ها بس بيعرفك من نظراتك، من نظرات ايدك ليه، الاشاره بتاعتك، بيبتدي يتعلم عليها، بيبتدي يشم ريحتك، الكلام ده كله. وكده الكلب اهوت مرحب بيك، كده الكلب باللي بيعمله ده مرحب بيك وبيتعرف عليك وبيلعب معاك عادي. ما تجيش انت تلاقي الكلب فاتح بقه وبيلحس ايدك وبتاع، هوب خفت شديت لك من الكلب مره الثانيه. الكلب عرف ان هو هيفرض شخصيه عليك، هيبتدي يهاجمك. نتكلم في نقطه ثانيه، طبعا دي مرحله التعارف والتالف اللي بتحصل ما بينه وما بين اي كلب، سواء كان شرس او مش شرس. في كلب بياخد عليك من اول لحظه، في كلب بياخد يوم، في كلب بياخد 3 ايام، في كلب بياخد شهر على ما يتعرف عليك. بيبقى كلب مسعور طبعا، بتاهله لحراستك انت واحده واحده، وبرضه بالتعليمات الصح اللي انت بتمشي عليها. ما بتتبعش معاه اي اسلوب يضعف شخصيتك قدامه او يكره الكلب فيك. بس يا بابا، بس يا حبيبي، بس. بالنسبه بقى لموضوع الجواز، انا لو عندي كلب عمره 6 شهور 7 شهور زي ماكس كده، اجوزه امتى؟ موضوع الجواز عند الكلب الذكر، بتبتدي تتجوز بعد سن ماكس، بتبتدي تتجوز بعد سن السنه ونص. ليه؟ بيكون كل جسم الكلب وكل اعضائه وصحته كملت، بيبقى شاب زيك، بيبقى بلد، بقى راجل. حتى النتايه في نفس الوضع، ممكن افوت اول حيضه، في نتايه تحيض بعد 7 شهور، في نتايه تحيض بعد 8 شهور، في نتايه تحيض بعد اول سنه ونص، اول حيضه ليها بعد سنه ونص، بتبتدي ان هي تنزل دم وتحيض. انت عايز تفوت للنتايه مره مفيش مشاكل، عايز تجوزها من اول جوازه برده مفيش مشاكل، على حسب انت ما انت عايز. اما الذكر، الذكر لازم يستنى لما يوصل سن السنه ونص عشان يبقى خد كل النمو بتاعه، يبقى جسمه اكتمل من كل حاجه. يبقى هنجوز الذكر في عمر السنه ونص، تحت السنه ونص هيتجوز، بس هتتعبه. الكلب لو لسه رجليه هتجيب تخن مش هتتخن، لو لسه هيطول مش هيطول، لو لسه دماغه دي هتكبر مش هتكبر، بيبقى انت وقفت النمو بتاع الكلب. فهمت يا عم معاذ؟ انما لما باجي اجوز الكلب من عمر السنه ونص بيبقى بقى شاب زينا، بلغ، بقى راجل، اقدر ان انا اجوزه ويتجوز ويشيل ويخلف، ما فيهاش اي مشكله بعد السنه ونص. طول ما هو قبل السنه ونص مش غلط، مش هتتعب الكلب في حاجه، بس لو نقصه طول، نقصه تخن، نقصه عرض، نقصه بنجومه، نقصه مش عارف ايه، مش هيكمل، بيبقى النمو بتاعه وقف على كده. عشان ما نطولش على حضراتكم، قلنا نشرح لكم المعلومات البسيطه دي. وطبعا اهم نقطه بنتكلم فيها، حبب الكلب فيك، مش هتلاقي منه لا خوف ولا غدر ولا خيانه ولا الكلام ده كله. مفيش حاجه اسمها الكلب بيعض صاحبه، انت اللي بتعمل غلطات بتخلي الكلب ان هو يأذيك، يهجم عليك بالغلط. فاتفرج وتعلم، وبص على قناتي، وبص على القنوات العاليه، انا كمان بتفرج وبتعلم عشان لو في اي غلطه بمارسها او الكلام ده كله بعدلها وبتلاشاها، عشان ما اذيش المخلوق ده ولا اذي نفسي ولا اذي الناس اللي حواليا. فانت اتفرج وتعلم، ويحب الكلب هيحبك، مش هتلاقي حد يديك وفاء زي اللي الكلب هيديهولك، ولا حنيه ولا جدعانه، ولا حد يقف معاك برجوله زي الكلب، ولا حد يحس بتعبك ولا بزهقك زي الكلب بتاعك. في ناس كتير ما تعرفش الكلام ده. عموما عشان ما نطولش عليكم، اشتركوا في قناتنا ودعمونا، تحياتي ليكم.